فضيحة إيميلات مسربة تعصف بالطبيب الأشهر في العالم ونجم جائحة كورونا، حتى أنت يا فاوتشي. الإيميلات كشفتها صحيفة واشنطن بوست وموقع بازفيد، وهي مكونة من مئات الصفحات وبيعود تاريخها من يناير ليونيو العام الماضي، وهي محادثات بين فاوتشي ومسؤولين في الحكومة وفي الصحة أجانب ومحليين ووسائل الإعلام وحتى المشاهير. مثلا في واحدة من هذه الرسائل عبر فاوتشي عن شكه هو وزملائه إنه الفيروس مصنوع في مختبر في ووهان الصينية. كمان من الإيميلات الخطيرة المسربة محادثة بين فاوتشي وباحث اسمه بيتر تزاك، عنده علاقات واسعة ومرتبطة بمختبر ووهان، وفي المحادثة بيشكر الباحث فاوتشي لأنه رفض نظرية إنه كورونا تسرب من مختبر ووهان.